قال عز وجل مبينا برهانا على عز هذه الآلهة وضعفها، قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما انتهت الآيات مبينة البراهين في ضعف وعز وحقارة هذه المعبودات وتحدي النبي عليه الصلاة والسلام لهم ولأصنامهم، قال إن ولي الله ولاية الخاصة هو الذي ينصره عز وجل. إذن هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد. لما؟ لأنها لا تنصر عابديها ولا تنصر نفسها، لكن الذي ينصر عابديه هو الذي يستحق العبادة. ولذا قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.